Monsieur Rachid, vous la brisez tout rouge. Pas que c'est comme ça. Oui, j'ai bon mal. Oui, السلام عليكم. السلام عليكم. أشكركم رمضان مبارك سعيد. إخوان أول ما قلت شيء نقول لكم هو الحاج رقوب الله يرحمه ويوسع عليه في هذه المناسبة هذه. كان نظموا واحد الدوري رمضاني اللي كان هو اللي بداه اللي جا كيخطط له قبل ما يتوفى. وملي توفى حنا قررنا باش نديرو نكملو على داك المشروع اللي كان عنده. ودابا حنا عرضنا على داك الناس اللي كانوا كيجيو دائما مع الثقاء ديالو وداك الشيء. وفي هاد المدينة ديال كريني هاد الدوري هذا اللي نخدمناه اليوم دي دون واحد تقريبا 4 أسابيع على ما أظن. ونطلبوا من الله الرحمة والمغفرة والله يحفظنا بين المسلمين هذا المكان ان شاء الله. دونك هاد التورنوا هادي فيها 4 سيمين يعني كل 4 أسابيع. 4 أسابيع كل أسبوع كل سبت من 4 ديال العشية حتى 8 ديال العشية. نهار السبت غادي يجيو 8 ديال الفرق بحال هادو اللي كتشوفوا دابا كيلعبوا غادي ان شاء الله وبيناتهم. ونهار السبت الاخير ان شاء الله غادي نديروا واحد الاجتماع واحد افطار جماعي. افطار جماعي بيكونوا الناس اللي غادي واحد نقدموا لواحد الدعاء ان شاء الله فهاد رمضان باش الله يغفر له والله يرحمه ويوسع عليه. وبقى فينا بزاف هاد الشيء اللي تتشوفوا دابا راه من الاختصاص ديالو. انا ماشي من الاختصاص ديالي هادي ولكن هو اللي من الاختصاص ديالو اللي كيقوم بهاد الشيء هذا بهاد التظاهره هادي. والحمد لله حنايا دابا كنحاولوا باش نديروا هادي باش يكون فرحان ان شاء الله بهاد اللقاء. الا ما كانش هو راه حنايا الخلف نطلبوا من الله التيسير. شكرا. كيف كتشوفوا هذا جزء من التورنوا يعني الفريق الثاني هذا اللي هو كتشوفوا الحاله سخونه عندهم في هذو. كاين واحد النسبه من لا جينيراسيون الثانيه وكيل هذو افريكينا الثاني ايكيب اللي كانوا فيها لي جون مو دو 25 ans. Thank you.
كيف كتشوفوا كنتابعوا هذا الفريق هذا اللي هو في مدينه كاليني مع خلال هذا الشهر المبارك؟ دائما كتجرى هذه المباراه هذه. فيهم لا بروميير جينيراسيون ولا ثروازيام جينيراسيون اللي كيشاركوا فيها. لا الفار الفار سيدي. نعم نعم نقول لك اصلا انا طيح نفسي انا الرجل الذي كان دائما يغير على الوطن وكان دائما في خدمة الوطن وفي خدمة الجالية المغربية. نحن كشباب فقلنا كنا كنقترحوا عليه أي حاجة إلا وكان كيناقش معنا الفكرة وكان كياخذها يعني أي موضوع إلا وبخصوص المسائل الوطنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان بغي نشكر الإخوان على هذه المبادرة الطيبة وسي عبد الجبار اللي تبارك الله عليه رجل
كيستقبلنا وكيتصل بينا اي حاجه الا كيعلمنا. سي جبوا حتى هو ان شاء الله خير